القاهرة الإقليمي لتحكيم التجارة الدولي، مش أول مرة نحضر المؤتمر، عشرات المؤتمرات من سنة 1980 يمكن 83، كل سنة سنتين كان في مؤتمر، إما في القاهرة أو في شرم الشيخ. فيعني كانت مؤتمرات ناجحة ما في شك، مؤتمرات يعني نحاول ما أمكن أنه نقدم فيها شيء جديد، وإن شاء الله أنه المسيرة مستمرة إن شاء الله. كرموني في المؤتمر يعني الحقيقة، وقد لا أستحق، قد لا أستحق هذا حقيقة، إنما بقى أكثر من 20 سنة، 25 سنة وحنا نشتغل في مركز القاهرة. وأول ما نشأ المركز كنت يعني كان لي الشرف أن أكون عضوا فاعلا في هذا المركز، ونرجو الله أنه كانت تجربة ناجحة ما في شك، ما في شك. نرجو الله أنه نحيط بهذه التجربة وأن نستمر فيها ما أمكن، يعني في قدر الصحة وقدر العافية الموجودة فينا. أما بشكل عام مركز القاهرة كان يعني هو الرائد في التحكيم العربي، ما في شك، ما في شك، ما في شك، هذا أقوله وقلت في هذا الشأن، وأنا عضو في هذا في اللجنة في المركز منذ نشأتي تقريبا سنة 77 78، وكان في البداية تعرف يعني التجربة ليست سهلة، وإنما كافحوا. مركز القاهرة، مركز القاهرة الإقليمي لهم كل التحية وكل المحبة وكل الاحترام لهم في هذا الشأن، إنه واظبوا على مسيرة المركز ومسيرة التحكيم في طيلة الفترة السابقة منذ 25 عاما حتى هذه الفترة الآن، والعمل المستمر الدؤوب المستمر، وكل سنة أشعر أن المؤتمر يعني أفضل من السابق، يعني في نمو في هذا الشأن. كل احترام وكل تقدير لهم في هذا الشأن، وكل احترام لكم جميعا، وشكرا جزيلا لكم جميعا.